كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. فيديو اليوم هيك نظرة سريعة عن الصفقات اللي عملناهن اليوم بقناة التليجرام عنا، القناة المدفوعة، ونزلنا كمان صفقة حلوة على القناة المجانية. أول عملة هي عملة بيل. عملة بيل أصدقاء اللي احنا عم نشتريها مقابل بيتكوين. حاليا شغلنا رح يكون مقابل البيتكوين أفضل، منتجنب لحنا نزول البيتكوين، ما بيأثر علينا على العملة اللي داخلين فيها. طبعا العملة متوفرة على الدولار، لكن أنا من هالفترة هاي راح أبدأ شغل على البيتكوين. كل عملة راح نزلها على البيتكوين وراح أحط أهدافها على البيتكوين. في حال نزل البيتكوين ما أثر علينا أبدا، طلع البيتكوين أمورنا نحن تمام، مشتغلين على العملة الأساسية. يعني ارتفاع السعر بالعملة الأساسية راح يعمل ارتفاع السعر بعملة يلي مشترينا نحن بالبيتكوين، وراح نبيع عن طريق البيتكوين. البيتكوين يعني مثلا إذا معك أنت 500 دولار محفظتك، تختار السعر المناسب للبيتكوين. حاليا البيتكوين بسعر مناسب جدا لحتى تشتري. معروفة حركة البيتكوين، إذا لمس 37,000 رح يرجع لـ 39. أنت أرباحك بتسيلها بس يرجع لـ 39، وبالغالب هي ما رح تفرق معك كتير. إذا أنت صرفت 500 دولار مثلا ما رح تفرق معك كتير، من 37,000 لـ 38,000 ممكن تفرق معك دولارين ولا ثلاثة. لكن الشغل على البيتكوين أفضل يا شباب، وحتى الأشخاص اللي عم يتداولوا. انت حاليا بفترة من السوق، فترة صعود وهبوط للبيتكوين، لحنا هالفترة هاي بدنا نستغلها لحنا تمام، ونضارب لحنا على عملات مقابل البيتكوين. دخلنا بهالصفقة هاي، دخلنا لحنا من هالمناطق تقريبا مناطق 4300 تمام يا شباب. طبعا الشباب قالوا لي لحنا داخلين بقمة، وكيف بندخل بقمة تمام، لكن في مؤشرات عم بتقلنا انه ادخلوا، بس كسرنا هالمنطقة هاي كان الدخول. دخلنا عملنا تصحيح بسيط ورجعنا طلعنا لهالمناطق. طبعا أنا الهدف الأول حاططه للشباب على 4900، بدك تبيع قبل 4900 مسؤوليتك وتشتري بالتصحيح ما في أي مشكلة، لكن هدفنا لحنا على 4900. يعني عنا كل هالمنطقة هاي، عنا لهوني تقريبا تمام أصدقاء. هذا بالنسبة للهدف الأول، هاي كانت موجودة على المجموعة المجانية، بدعوك تنضم لجروب التليجرام. الصفقة الثانية أصدقاء دخلناها صفقة الاي سي اكس. اي سي اكس احنا اخذناها ب 2800 ساتوشي تمام، هي على المجموعة المدفوعة، ورح نبيع على 3000 ساتوشي، واعتبرها هي توصية مدفوعة ما في اي مشكلة. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا شباب. دخلنا كمان صفقة مربحة جدا، كمان الصفقة أصدقاء كانت مقابل البيتكوين. خلينا نشوف هاي الصفقة اللي دخلناها، عملة اسمها سكارت. هالعملة هاي حققنا منها ربح تقريبا يا شباب 60% او 50% بثلاث اهداف، ضربنا ثلاث اهداف خلال فترة قصيرة جدا. دخلنا لحنا هون يا شباب، دخلنا بهالمناطق، مناطق 3500 بالضبط. طبعا هاي الصفقة هاي كانت خاصة بالمجموعة المدفوعة، دخلنا ب 3500 بالضبط واخذنا كل هالربح. هذا اخذنا ربح تقريبا 5000. أشخاص كمان دخلوا بهالشمعة، هاي الشمعة طلعت ونزلت فيهم، لكن خلص لحنا طلعنا بالخمسة آلاف، أخذنا مرابحنا وطلعنا. العملة نزلت ورجعت كملت. خلينا نقيس كم كان عنا ربح. لحنا دخلنا هون ب3500 لهون، كان عنا ربح أكثر من 50 أو 60%. أهم شيء تعرف صديقي إيمت تدخل بالعملة وإيمت تطلع من العملة، وتعرف الفوليوم الخاص بالعملة، ما تدخل بعملة ميتة وتنتظر لحتى تطلع. الجي تي او حققنا منها مرابح حلوة، لكن بوقت من الأوقات ماتت هالعملة هاي. حاليا هي 4 سنت ما في عليها أي حركة لهالعملة، الفوليوم عم يتناقص. بنصحكم أنا تطلعوا منها وتشوفوا تنضموا لصفقات تانية معنا إن شاء الله فيها ربح. والصفقة اللي بتحقق أهدافها ما بنصحك ترجع وتدخل فيها، هاي النقطة حابب أذكركم فيها أصدقاء. هيك وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، بتمنى ينال إعجابكم، وإلى اللقاء بفيديو جديد إن شاء الله.